أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة
صدق